بونسوار، ان شاء الله كامل تكونوا بخير عميراتي. اليوم واش جينا نديرو شيخ؟ كاين بزاف اللي ما يعرفوهاش. هادي عيطوا لها تشوينه، تشينه بصح تجي صغيره، هادي قولها تشوينه. هاد التشوينه هذا المعجون ديالها، الله الله بالطبع. هذا كانت هادو يديروه هنا الزمان، هذا ماما عطاتني لا غوسات ديالو، يديروه بزاف. دوك نقول لكم شكون المناطق اللي يديروه، نحكوا شويه عليه. هذا شوفوا يديروه في الجي سونتر، الناس البليده يديروه، وفي بوفاريك وفي مديه هاد الولايات. ولا نتوما كاين ولايات واحد اخرين يعرفوه، ماذا بكم تخلونا في التعليق نزيدو حنا نعرفو. انا المهم نعرف هاد الولايات يديروه هاد المعجون، بزاف بزاف بنين، واللي داقوه وحباباتي يعرفوه، خاطر حنا نديروه بزاف هذا في المناسبات. الله الله بالطبع والشان. المهم واش لازم له؟ هذه التشوينه، يعني طولها تشوينه. شوفوا كيفاش تجي هذه التشوينه، شوفوا البخي ديالها يكون دوكا راهي في هذا الشهر كاين. على بها حبيت نغتنم هذه الفرصه وندير لكم سلسله من المعاجن. انا حنبداو بها ان شاء الله، حنديروا حتى بالقشور تاع التشينه ونديروا المعجون، ونديروا معجون التشينه. المهم سلسله من المعاجن تاع هذا لا سيزون اللي رانا فيها الشتاء. بون هاد المعد هاد هاد التشوينه مازال لها واحد الشهر ولا وتخلاص، معناتها بروفيتي وديروه. معجون بزاف بزاف بنين، ما نقدرش نقول لكم عليه شحال بنين. المهم واش لازم لنا؟ لازم لنا كاسرول هكذا، نجيبو الكاسرونه. واش نديرو التشوينه هذه؟ نبيكيوها بالكيغدون، نبيكيوها ونديروها تفور نص ساعه، خاطر هي تكون يابسه باش تولي لكم هكذا. بيكيوها وفوروها. المهم واش نسحقوا؟ نسحقوا كيله تاع سكر، كيله تاع سكر. وهاد الكيله راني مكيله بها نفسها هاد التشوينه، صافي كيله تاع التشوينه ونفسها كيله تاع سكر. كيله تاع سكر ها هي، حطوها في لاكاسرول هكا، ونفس الكيله ديالها هاد التشوينه هكذا. كيله تشوينه كيله سكر، واني حندير كيله تاع ما. انا درتو شويه سخون باش يزرب يغلي لي. وشنو الكيله راكو تشوفوا فيها؟ انا قدامكم درتها الكيله ماشي معمره تاع الماء، باش هذاك السيرو يجيني شويه ثقيل هكذا. المهم ونديرو دو ترونش ولا تخوا ترونش تاع سيترون. دوكا اني هاي الكيله نفسها راني درتها تاع التشوينه، وهاد النص تاع حبه قارص نسحقوه في لافير، خاطر التشوينه ما نديروهاش دوكا. دوكا واش انا حنديرو؟ حنخلطو ندوبو مليح هاد السكر قبل ما نحطوه فوق النار، ندوبوه مع الماء. انا ملي نشفى ملي كنت صغيره ماما دير هاد المعجون، وحنا كي وانا دوكي كبرت وليت انا نديرو. ان شاء الله نتوما تاني تسيوه، على بالي بلي حيعجبكم. ندوبو نسيو واحد 5 مينوت حنا هاك. دوكا ها وليك، دوكا ها هو، شوفوا معايا كيفاش. دوكا واش راني حندير؟ حنحطو فوق النار، حنحطو فوق النار وزيدو خلطو شويه. هاو هنا شوفو، شوفو انا كيفاش داب لي كامل. ديجا هنا لطقي ودوك كيغلي، نحسبولو ربع ساعه ونطفيو عليه. نزيد نفهمكم في هذه. شوفوا انا هذا الكيغدو هكذا كانت خضره قبل ما نفورها، ثقبتها هكذا، ثقبوها مليح كما راكم تشوفوا هكا، وفورتها. كي ولات هكذا طريه نحيتها. دركا كيغلي هذاك السيرو ديالي، نزيد نعصر هاد النص حبه ونديرها 5 دقائق برك باش ما تتكمش، باش تبقى هكذا كما راكم تشوفوا فيها هكذا. نخلوها نديرها 5 دقائق تغلي مع السيرو ونطفي عليها ونوريها لكم. دوكا هذاك راهو يغلي، عنده دوكا عنده ربع ساعه هو يغلي. زدت له هذيك النص تاع حبه تاع قارص، عصرتها وزدتها له. شوفوا راهو ربع ساعه ومازال ما عقدليش. النار ماهيش قويه بزاف، ديروها متوسطه. قلت لكم باش نعطيكم الوقت اكزاكت، راهو ربع ساعه ومازال له شويه. شوفوا هذيك النص تاع حبه قارص زدت عصرتها، نزيدو نستناو شويه ونقول لكم شحال الوقت سواش. دوكا هاوليك راني درتها، شوفوا كيفاه تولي القوام تاع هذيك الشربات. خلاص تولي دير لكم في الغاوي شويه كبار، لوحوا الاخرى ديالكم، روحوا التشوينه ديالكم وخليوها 5 دقائق في هذا السيرو، ما تبطاش بزاف. 5 دقائق وطفوا عليها ونخليوها تبرد ونوريها لكم في صحن التقديم ان شاء الله.
دوكا هاوليك بعد ما وجد معنا شوفوا كيفاه يجي، يجيكم هايل بزاف. انا راهو سخون مازال ما بردش مليح مليح، على بها ما درتوش في البواط، خلوه حتى يبرد، خلوه مثلا زعما نتوما درتوه في الليل خلوه حتى الصباح ان شاء الله، وديروه في البواط يكونوا معقمين، يدوسوهم في الماء السخون يكون يغلي حطوهم فيه، وبعدا نخلوهم ينشفوا وخبوه فيه، ولا ديرهم يتعقموا في الميكرووند كيما تحبوا، المهم عقموهم ومن بعد كي يبرد كاع باش تخبوه، خاطر كون تخبوه هكا يقراص. ان شاء الله يعجبكم، يجيكم بزاف 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 هايل. سيوه اعطوني رايكم فيه، حاجه جديده على بالي بني ماشي كامل تعرفوها. المهم اللي زارت القناه اول مره ما عليها غير تابوني وتفعل الجرس باش يلحقها كل جديد، وان شاء الله وصفات تاع المعجون رانا هذا الجزء الاول، وان شاء الله حنديروا بزاف وصفات هايلين يعجبوكم. خليت لكم الخير، في امان الله.